ويقول اليوم أيها الأحباء ما إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير إصحاح السابع العدد من 11 ل 17 إقامة ابن أرملة نايين معجزة جبارة صنعها رب المجد يسوع المسيح إقامة ميت السيد المسيح له المجد عمل ثلاث معجزات إقامة موتى أقام ابنة يايروس وأقامها وهي في البيت لسه ما خرجتش من البيت وأقامها طبيسة قومي وأقامها والسيد المسيح بعد كده ابن أرملة نايين كان على باب المدينة كان خرج من البيت وخلاص في الصندوق وعلى باب المدينة ويقول لنا الكتاب أنه لما السيد المسيح رأى الأرملة تحنن عليها ومن نفسه محدش طلب منه في معجزات كان يطلبوا منه زي المعجزة اللي قبلها في أول الإصحاح لما نرجع له ياريت نقرأ إصحاح لوقا 7 شفاء ابن قائد المئة دوت قائد المئة هو اللي طلب من السيد المسيح وقال له العبد بتاعي شارف على الموت خلاص بيموت فالسيد المسيح طلبوا منه أن يروح هم اللي طلبوا والسيد المسيح كان رايح فقائد المئة قال له لا ما تروحش ده أنا قائد مئة عندي ناس كتير بأمرهم وانت هنا تقدر تشفيه فالسيد المسيح شفى هذا العبد قائد المئة والذي كان شارف على الموت وشفاء وأقامه عن بعد شفاء عن بعد يعني بنشوف كونفرنس عن بعد لقاءات زوم عن بعد لكن انه يشفي عن بعد دي معجزة جبارة وفي نفس الإصحاح بقى من العدد 11 إقامة ابن أرملة نايين أقام ميت وهو عند الباب بعد ما كان في الصندوق وكانوا بيبكوا خلاص وريحين يدفنون ثم أقام السيد المسيح لعازر من بين الأموات في اليوم الرابع بعد ما قد أنتم دي كانت معجزة الثالثة لإقامة الموت لو تأملنا من الناحية اللاهوتية نلاقي أن السيد المسيح يقول لنا الكتاب تحنن عليها ربنا بيتحنن علينا وربنا لما بينا تعبانين بينظر إلينا وهو بيساعدنا الأرملة دي لقاها أرملة زوجها مات وكمان ابنها الوحيد مات فتحنن عليها الرب عشان كده احنا في علاقتنا بربنا اوعى تفتكر ان ربنا نسينا او مش واخد باله او ربنا بعيد عننا النهاردة واحنا في السمكسار سمعنا استشهاد القديس ماكاريوس اسقف قاو فيقول لنا عنه انه كان من القداسة انه كان بيشوف السيد المسيح له المجد في المذبح وكان الملائكة بيقدموا ليه طلبات الشعب فكان السيد المسيح بنفسه هو بيشوفه وبيقبل طلبات الشعب صحيح قال له كلمة صعبة قوي قوية بعد كده سمع صوت بيقول له ان الاسقف ينبغي ان يوعظ الشعب ولكن اللي ما بيستجبش فدمهم على رؤوسهم لان هو بيحاول يوعظهم وهم ما بيستجبوش فيقول لنا السنكسار دمهم على رؤوسهم يقول لنا ايضا بسفر رؤيا ان لك اسم انك حي وانت ميت امام الله فممكن الإنسان روحياً ميت ما نقولش دول ماتوا خلاص بالجسد لكن لا ده إنسان ممكن ميت روحياً ولك اسم أنك حي فكل واحد النهاردة التدريب الثاني نراجع أنفسنا يا ترى أنا ليا اسم إن أنا حي بس أنا ميت روحياً منظر بس كده ولكن أنا روحياً ميت الله هو اللي على المذبح وهو اللي بيجازي كل واحد بحسب أعماله وإقامة الموتى من ناحية لاهوتية السيد المسيح ليه كان بيقيم الموتى؟ كان بيقيم الموتى لكي ما يؤمنوا الشعب به عشان كده في آخر المعجزة يقول إيه قالوا قد قام فينا نبي ما هو لما شاف عبد قائد المئة عن بعد وشارف على الموت وكمان شافوا ابن أرملة نايين والسيد المسيح بقوة لاهوته يوقف الميت هم ماشيين ويقول أيها الشاب لك أقول قم فيقوم ويتكلم كمان كان بيعمل ذلك عشان يؤمن الشعب به وعشان كده يقولوا قام فينا نبي بعد كده السيد المسيح في البشارة يقولوا بل أكثر من نبي ابتدوا يلاقوه أكثر من نبي وفي السامرية يقولوا بالحقيقة أن هذا هو مخلص العالم لغاية بقى لما وصل قبل الصليب ابتدى يعني أنه ابن الله وأمنوا أن المسيح هو ابن الله فكانت
متدرجة ولكن إعلانات لاهوتية. إنجيل هذا الصباح المبارك يخلينا كل واحد يراجع نفسه، يا ترى أنا ميت روحيا ولا أنا عايش بالروح بالسيد المسيح له المجد، وكل واحد يقدم توبة صادقة من قلبه لله عن الخطايا اللي بيعملها ويقول له يا رب أنا هتكلم زي ما خليت الميت ابن أرملة نايين يقوم ويتكلم، أنت قادر يا رب تقومني واتكلم واتحدث بمجدك وأعظم اسمك، وصلي وأقرأ كتاب مقدس والهك في وصايا الله. هي دعوة لينا وليس فقط لأرملة نايين. وفي الأخير الأمة فرحت والشعب فرح كله. هكذا الإنسان الروحي لما بيقدم توبة عن خطاياه ويمشي في طريق الرب الذي قال عنه أنا هو الطريق والحق والحياة، هيفرح الفرح الروحي ويجد ثمار الروح القدس. كل سنة وحضراتكم طيبين، اذكروني في صلواتكم لإلهنا كل مجد دائم من الآن.